دو بشكل جيد. الحكم الان غادي طلب تنفيذ الخطا. زيد كروش كروش كيستو، والهدف الاول للمغرب التطواني، الهدف الاول لفائده المغرب التطواني، والموقع زيد كروش في حدود الدقيقه 36 كتعطي الهدف الاول لفائده المغرب التطواني. فرحه كبيره للجماهير اكيد التي تحضر من اجل المسانده وتشجيع فريق المغرب التطواني، وكذلك للمدرب سيرخيو لوبيرا اكيد بهذا الهدف الان اللي كيعطي التقدم لفريق المغرب التطواني صاحب الارض والجمهور، وبطريقه جميله وبطريقه ممتازه زيد كروش اختار هذه الزاويه اكيد اللي كيتواجد فيها الحائط بطريقه اكيد ذكيه، كيوضع الكره بشكل جميل. هدف من الاهداف اكيد اللي اكيد لمتعه العين نتابعها اكثر سلسله من التسديدات وتدخل ديال الحارس محمد امين البرقادي اللي كانت التدخلات ديالو في المكان المناسب. كانت فرصه بالنسبه لفريق المغرب التطواني فيما هذه المدينه. نغمي نغمي باش عمل نغمي، وهدف التعادل للجيش الملكي. قلت بانه كان هناك ضغط بالنسبه لفريق الجيش الملكي، ولاحظنا المرتد الهجومي لما كانت الكره خطيره على مرمى الحارس محمد امين البرقادي، تابعنا المرتد الهجومي المهدي النغمي. اذا يتمكن من توقيع الهدف، هدف التعادل لفائده فريق الجيش الملكي. لاحظوا اكيد رده فعل ديال الطاقم التقني وللمدرب عزيز العامري. هنا كنتابعوا التمريره، كانت المطالبه بالتسلل من هذه الوضعيه. صعب صعب انه نحكموا على المهدي النغمي. لاحظوا مره اخرى التمريره ديال ابراهيم البزغودي، كانت تمريره ممتازه الوقت خرجت الكره. كان الخروج ديال عدنان العاصمي اللي حاول انه يغلق الزاويه، ولكن المهدي النغمي المغرب التطواني من الجهه اليمنى. محاوله التمرير دائما الخطوره للمغرب التطواني. تمرير سديده، الهدف الثاني للمغرب التطواني. ياسين الكحل يجد الحل ويسجل ويوقع في مرمى اكيد المتالق محمد امين البرقادي. هدف ثاني للمغرب التطواني بواسطه ياسين الكحل. تابع من جديد اكيد تمريره في اتجاه عدنان بوموس، كره ما تجاوزت الخط، بوموس يمرر ياسين الكحل اكيد الذي يسدد. لاحظوا الكره التي تغالط الدفاع وتغالط محمد امين البرقادي وتعانق الشباك وتهدي للمغرب التطواني الهدف الثاني، وبالتالي هدف التقدم في هذه المباراه. اذا الدقيقه 71 ياسين الكحل التقدم بالنسبه للمغرب التطواني على بعد يعني هذه محاوله. كنقول بانه يعني ثواني قليله على دخول ياسين الصالحي كيتمكن من توقيع الهدف. تحدث بانه ياسين الصالحي يعني عنده امكانيات هجوميه ممتازه. اذا في الوقت بدل الضائع ياسين الصالحي يعني يتمكن من توقيع الهدف الاول له بقميص المغرب التطواني، يعني في اول انضمام يتمكن من توقيع الهدف الثالث لفائده المغرب التطواني. اذا 3-1 لفائدة المغرب التطواني. خروج ياسين الكحل، دخول ياسين الصالحي. لاحظوا بانه ياسين الصالحي كيطلب يعني الوقت اللي دخل فيه انه يعني يتم تدوينه، لانه لاحظوا هنا الخطا ديال الحارس اللي قدم عطاء كبير في هذا اللقاء، وبالتالي كيتمكن ياسين الصالحي من توقيع الهدف بهذا الشكل وبهذه الطريقه. يعني اجمل مكان ينتظروا ياسين الصالحي يعني بقميص المغرب التطواني هو انه يسجل الهدف، يعني يمكن 10